حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله ادم وطوله ستون ذراعا ثم قال اذهب فسلم على اولئك من الملائكه فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحيه ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمه الله فزادوه ورحمه الله فكل من يدخل الجنه على صوره ادم فلم يزل الخلق ينقص حتى الان